السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على كيفية إنجاح وإنجاز مشاريع المدير للدخل. تقول واحد الحكمة الصينية: لا تعطيني سمكة كل يوم، ولكن علمني كيف أصطاد السمك. إذا في هذا الفيديو غادي نعطيكم يعني الميكانيزمات ديال إنجاح وإنجاز واحد المشروع. طبيعة الحال ماشي أي واحد قدر يكون صاحب مشروع أو مقاول، فلا بد بعض الشروط في إنسان اللي بغى يطمح أنه يدير مقاولة أو يدير مشروع ديالو. أول حاجة هو الطموح بطبيعة الحال دون الابتعاد عن يعني الواقعية. ثانيا الإنسان يكون عنده واحد مبادر، واحد المبادرة وعدم التردد في اتخاذ القرارات. ثالثا التواصل مع المحيط ونسج علاقات مع الشركاء. رابعا الإصرار على الوصول واعتبار الفشل وبداية للنجاح. ثم لا بد من العمل وفق أهداف محددة، ثم التكوين المستمر والبحث عن المعلومة. إذا هذه الأسس فهي مهمة في الشخص اللي بغى يتبنى أو يصبح من الناس أصحاب المشاريع. طبق حال أي مشروع تبدأ بفكرة، وهذه الفكرة تتجي إما عن طريق واحد التجارب أو واحد التكوينات أو واحد الصدف مع حاجيات ديال السوق أو حاجيات ديال بعض الزبناء، تجي فكرة ديال المشروع. وهذه الفكرة تبقى من تنضج تندوزو للمرحلة ديال كيفاش نخططو ونحضرو الإنجاز ديالها. هذه المرحلة الثانية اللي هي أهم وأصعب مرحلة، واللي هنا تنصحوا المقبلين على المشاريع أنهم يستعنوا بالخبرات ديال المؤسسات والإدارات المهنية، لأن هنا خص مجموعة من الدراسات يداروا باش نحضروا مزيان المشروع. كاين أول من ناحية التقنيات، واش هذا المشروع أنه ممكن يدار تقنيا، إما تكون منتوج أو يكون خدمة، واش كاين السوق، إحنا وفرنا هذه الخدمة وهذا المنتوج، واش كاين السوق. إذا خص واحد دراسة المشروع، خص تكلفة، خص واحد الدراسة المالية ديال المشروع، خص كذلك قانون واش يسمح لهذا النشاط يدار قانونيا، ثم الطريقة ديال التنظيم اللي غادي تنجح هذا المشروع. إذا هذه كاين مجموعة من الدراسات اللي غتعطينا مجموعة من الأنشطة، وهذه مجموعة من الأنشطة نحطوا لها مجموعة من المعايير ديال التحقق وديال التقييم باش نعرفوا روسنا واش وصلنا للأهداف ولا لا. إذا هذه المرحلة اللي تنقول هي أهم مرحلة في حياة المشروع، لابد يعني لابد باش نلتجئوا لبعض الخبرات باش تساعدنا في إنجاح المشروع في وضع الأنشطة المناسبة وبطبيعة الحال التكلفة الملائمة. ثم تجي مرحلة التنفيذ. طبعا مرحلة التنفيذ كل نشاط ننفذوه أو كل مرحلة ننفذوها إلا وخصنا في النهاية ديالها نديرو واحد التقييم، واش وصلنا لدوك المعايير ديال التحقق وديال المؤشرات اللي حطينا في الأول، واش وصلنا لهم أو لا. إلا كان لا نوضعو السؤال علاش، باش نحاولوا نجيبوا الحلول الملائمة. إما يكون مشكل في التمويل، أو إما يكون مشكل تقني، او يكون مشكل في السوق، يعني اي مشكل خصنا نلقاو ليه الحل. بطبيعه الحال انا ضد انه يكون التقييم في اخر المشروع، فالتقييم يساير جميع مراحل انجاز المشروع. اذا المشروع خصو يتبنى على اسس اللي هي تساؤلات مهمه. اولا، من الفئه المستهدفه للمشروع؟ شكون الكليان ديالي؟ شكون الزبناء ديالي؟ ثم شنو الهدف من هذا المشروع؟ لانه الهدف المشروع بيعطيني الموقع ديالي في السوق. ثم بماذا سانجز هذا المشروع؟ اللي هي الموارد الماليه والموارد البشريه. ثم ماذا سانجز في هذا المشروع؟ اللي هي الانشطه اللي غندير في هذا المشروع. اذا هادو مجموعه من التساؤلات اللي مهمه باش تساعدني اني نوضع المشروع ديالي في السكه الصحيحه. بطبيعه الحال كاين مجموعه من البرامج ديال الدوله اللي تحفز الشباب ديالنا باش انهم ياخذوا زمام مبادره ويديروا مشاريع، يعني مشاريع مدير الدخل اللي تشغلهم وتشغل ناس اخرين. وتنصحوا الشباب ديالنا كما قلنا ياخذوا المبادره ويلتحقوا بالمؤسسات اللي ممكن تساعدهم في وضع الدراسات المناسبه. وشكرا.